ظاهرة كروية تختار حمل ألوان منتخب الآباء دون غيرها. أدم أوناسا نجم بوردو الفرنسي يتحدث لأول مرة عن أسباب اختياره الخضر. اختيار مستمد من وطنية مترسخة منذ طفولته. الجزائر البلد، مستغانم المدينة، حجاج أو بوسكي البلدية، ذكريات وأصحاب هناك. هو اختيار القلب، هو الاختيار الأول، وهنالك قصة وسبب لذلك. اختياري الجزائر هو فخر وشرف لوالدي وعائلتي كونه بلد نشأتهم. العودة إلى الأصل فضيلة. إلى الجزائر دائما كبيرة، وفي ملعب تشاكر بالبوليدة كانت فريدة من نوعها في أعين الدول الجزائر الجديدة. هنالك حضر مباراة الجزائر والكاميرون، شهد وانغمس في أجوائها. هي أجواء مجنونة، شعرت فيها بأحاسيس رائعة لم أعشها سوى خلال مبارياتي الأولى مع بوردو. أجواء جميلة، الأنصار قريبون من اللاعبين، يحفزونهم بشدة للفوز. مفاجئ كان تألقه الموسم الماضي مع بوردو، خطف الأنظار والأهداف والأضواء بخمسة أهداف وتمريرات وفنيات ومئات المراوغات، جعلته محل أطماع العديد من كبار أوروبا، من أمثال نابولي الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. أعرف جيدا آدم، أتابعه بانتظام مع بوردو. هو لاعب شاب بارع خريج مدرسة بوردو، يمتاز بسرعة وبقدم يمنى رائعة، جيد في المراوغات القصيرة التي يربك بها العديد من المدافعين، وأعتقد أن اختياره الجزائر هو الاختيار الأفضل بالنسبة إليه. Et je pense que il a fait le bon choix aujourd'hui. J'espère apporter le plus grand bien. أمل أن أقدم الإضافة للمنتخب كما فعلت الموسم الماضي مع بوردو بمساهمتي في انتصارات فريقي، وأتمنى أن أتمكن من كسب مكانة أساسية خلال التصفيات. أسعد باللعب إلى جانب رياض محرز في المنتخب، وأتطلع للعب إلى جانبه. بشهادة العارفين بشؤون الكرة الفرنسية، آدم أوناسا لاعب شاب من طينة الكبار، بإمكانه الذهاب بعيدا ناديا ومنتخبا. نسيم طلبي، بين سبورتس.